تسقط، حط ده هنا، عيون. كل سنة وطيبين يا شباب، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. يعتبر بتسحر والله، مش عارف ده سحور ولا ايه نظامه ده، بس يلا يمكن اكل تاني في بقية اليوم يعني، الله اعلم، هنشوف. مساء الخير يا جماعة، من ده تنور الدنيا والله. بس انت في اي وقت فتح الستريم قفل الستريم نور الدنيا. بص بص حبيبتي، اقسم لك كنت بتفرج على الستريم قديم وعمال اقول يا رب يطلع الستريم. نطلع هنتفرج على على التور اللي هتشتغل دلوقتي. المفروض ميجا تيم وحاجه كمان، ميجا وحاجه كمان مش فاكر مين ومين، هما اللات تيمز المختلفة. انا بصراحة بشجع اليابان، انا نفسي ديتنشن فوكس مي يكسبوا يعني، بس على ما يلعبوا بصراحة انا باكل، فقلت على ما اكل نفتح الستريم نتفرج على على الماتشات اللي اتلعبت. حاسس كده احنا ممكن على ما ده يبدا نتفرج على ديتنشن فوكس مي عملوا ايه مثلا. هما لعبوهم باري قوي، بيفكرني بايفل جينيوس من سيزون 2 بصراحة. Essentially went off at the same time as the Kingslayer there. That was a very interesting interaction. Or the Flash of Envy. لا تعال تعال، ما هو تيم برد قوي ديتنشن فوكس مي ده في لعبه. بيلعبوا زي ايه ايفل جينيوس زمان، مش عارف عارفين ايفل جينيوس ولا لا، بس دينا نشوف. جاليو سيفرز على ما اكل، بس على ما اكل بعد كده يبقى شوف لو هنلعب ولا يعني. بس انا نفسي ديتنشن فوكس مي يكسبوا يعني. بس انا بقول لك اللي هيخشوا تيم بافالو. هما الفريق الوحيد اللي من الورلدز السنة اللي فاتت وعندهم اكسبيرينس عالية عن بقية التيمز. هو وانا لو مش غلطان هو جارفان بياخد السكيلز بتاع البلو بتاعت الريد تيمز. موضوع نوتلي سميث ده بقى رخم قوي برضه، رخم قوي. مش بكره، لا بعد بكره اركادات ان شاء الله. فانز كلاش يبقى بعد بكره بيوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء الساعه 9 بتوقيت مصر ان شاء الله. You can already see Hecarim using some of that lane pressure to come down to make sure that Shinny can just take complete control of this jungle, both mid and top pushing heavily in the favor of INTZ. So yep. If Jarvan wants to make a play, it does feel a little bit limited as to where he can go, just given, you know, the threat of Rek'Sai. بوسي مسافر، مسافر رايحة فين يا بسنت؟ تروح وتيجي بالسلامة طبعا، بس مسافر رايحة فين هات؟ لو نزلت مع الهبيدة هديك بان بإيدي. الأركاداتا؟ بعدين صح، انت مش هادي اركاداتا قاعد لي هنا في الستيم 24 ساعة؟ راح تلعب مع مستر احمد في الفانز كلاش يا واطي. نقول ايه بقى؟ Thankfully for Mills, he was able to actually trade back there. And now mid lane, engaged in the mid lane. The bite gonna come out. It's gonna be enough. Zeros forced to flash away. So the mid lane gank kind of is predictable. One answer. For Nautilus, Zeros has the luxury of the TP here. هو ليه ليه سايلس معاه الايتم بتاعت كاليستا؟ ايه الفكرة؟ And here now we will get this replay. Steel had done a full camp clear on that right side of the map. Taunt flash does get cleansed out, but EQ through for the knockup. Beautipon picks first blood. Steel just not. عمل له minion block يا. عمل له minion block.
because he's the one who actually started off that play. I think he could have taken, you know, a couple turret shots with his aftershock there. And ده الموضوع المينيوم بلوك ده رخم قوي فعلا. يوسف قسم النهارده ضد ولا ايه؟ لا مفيش قسم النهارده. But it was Ash losing out on multiple waves on the bottom side, which ultimately the biggest factor there. Yeah, and it's first blood, right? So you get the additional gold from. عشان لو سرق ulti Tom مثلا, ما اعرفش ايه الفكره, هو بجد مع ايتم كاليستا ما اعرفش ليه, وما فيش كاليستا ضدهم ولا معاهم, بيزود البتاع بيخدهم. يا ولا لا خدها منه, خدها ما لحقش ركساي ولا خدها ركساي جارفن. اتنين بروكن جونجل والله العظيم بيلعبوا فيه, بس بص لو خدت بالك كلهم بيلعبوا ببروكن شامبيونز, هي كريم توب وفلاد توب, ركساي وجارفن, سايلس وناوتليوس, سيفر واش مش عارف ايه الفكره, تام وجاليو. تام وحش قوي في السولو كيو, بس في الكومباتيتيف يعتبر اقوى سبورت. جاليو نفس الموضوع, يعتبر زي بعض قوي في الموضوع ده برضو. جاليو مش سهل يتلعب بيه في السولو كيو, بس يعني سهل في الكومباتيتيف, قوي جدا يعتبر. يوسف انا من ثاني بزعل, بص يا يوسف ما تثبتنيش, يعني ايه ما تقوليش والله هزعل وبتاع والشغل دوت, لان انا الموضوع ده شخصيا بيضايقني. انا بص حبيبي, انا فاهم ان انت متعشم وان انت عشمك ان انت تلعب وبتاع وان انت بتقعد تبقى موجود ونفسك تلعب معانا وبتاع, انا فاهم جدا جدا موضوع ان انت متعشم وعلى راسي, بس ما تقوليش هزعل ومش هزعل. انت عارف انه مش بايديا, ما اقدرش اقول ليوسف يخش وما اقدرش اقول لده يخش وما اقدرش اقول لده يخش, الموضوع مش بايدي خالص. انا بحاول على قد ما اقدر اخلي الموضوع فير ليك ولغيرك, فالموضوع والله ملوش علاقه خالص بان يوسف بيتفرج عليا او ما بيتفرجش او الموضوع ملوش علاقه خالص. بس لو في فرصه ان احنا نلعب مع بعض, ده انا اعتز بالموضوع ده جدا 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 يا يوسف يا حبيبي والله. وكل سنة وانت طيب وبصحة وسلامة, وعلى راس يا رب سنة سعيدة عليك وتكون بخير. ما اللي عاملينه في سايلس ده؟ وليه الفوكس على سايلس ده قوي كده؟ حبيبي يا جو, حبيبي يا يوسف, ده انت كلك ذوق, وانا والله العظيم انا فاهم ان انت بتقولها من العشم, يعني انا يعني مش عارف اقولها لك, بس انا فاهم قصدك والله ايه, بس انا ما اقدرش ان انت تبقى متعشم فيا وتقول لي هزعل منك وانا اللي هو ايه. طب انا مش هقدر اعمل له حاجه, انا مش عايز ازعله مني, ما اقدرش ازعلك مني, بس نفس الوقت ما اقدرش اعمل حاجه في الموضوع, فعشان كده بقول لك يعني اني بالله عليك ما تحطنيش في الموقف اللي هو ايه هزعل منك, لاني انا اكيد مش عايز ازعلك, مش قصدي ان انا يعني ازعل حد مني خالص من اللي بيتفرج, بس مش لكن مش حاجه تانية. ده شال الايتم, شالها, شوف والله ما كنتش فاهم انه كان بيهتهم بيخدهم معاه ايتم زياده وبتاع, والله كان بيهتهم, عارف ايه الفكره في الايتم. وليه في كلم توب هو مش خدنا ده الباتش القديم, عشان ده كومبتيتيف, ده الباتش القديم باتش مش عارف 9.7 ولا 9.8, احنا في باتش ايه, هم باتش قبلنا وما في باتش واحد قبلنا, ما ينفعش يغيروا في الام اس اي, الام اس اي كلها تكمل على الباتش دوت, ما ينفعش ان انت تيجي تغير الشامبيون شيب زي الام اس اي في باتشايه, ده مصيبه يعني. ده ايزي شوت يا دود دانوكو, سام طيب وانت طيب يا ايزي شوت, نور الدنيا ونور الستريم حبيبي, ازيك وازاي صحتك عامل ايه, هتلعب لول ولا تتفرج بس؟ انا باكل, بس اول ما اكل يا محمد ان شاء الله هبدا اظبط موضوع اللعب ده, اي اخلص اكلي بس. التنشن فوكس مي دوت ممكن يخلص الجيم مثلا
على ثلاث كلات والله العظيم مات يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة takes a bite out of Rek'Sai. What a turn. That was so sick. The heel from Kingslayer coming through. Seros ما هو مرة اتفرج عليه جيم هادي كده. رمضان بكرة المفروض رمضان بكرة ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة كلكم. انا نفسي اشوف لعب من بتوع زمان لما تكون رايق. النهارده ان شاء الله لو عملت الاستريم مش هركز مع الشات خالص, هيبقى كل تركيزي في اللعب ان شاء الله, لان ما بعرفش العب خالص وانا مركز مع الشات. الاستريم يعني فاضل له ضرب, لا وبص التايمنج بتاعه يعني بص 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 بص, بص. دي صعبه والله العظيم, صعبه فشخ ان انت تبقى مستني ريك'ساي, انت خلاص انت ميت مستنيه يطلع عشان تاخد عشان تدوس على الدبليو بتاعك. ده مش سهله والله, مش سهله خالص. بص 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 خلاص وبص عشان ده ماشي بالظهر راح. طب والله العظيم معموله حلوه جدا جدا جدا, كانت حلوه قوي. تعرف فين ضده؟ في ايسلند. نعرف ايسلند محتاجه نت حلو. ده على ايه؟ البنج. لا 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 والله مش فكره نت حلو ونت وحش. هو الواد فاهم, الواد فاهم قوي كمان. بص قلت لك مملين قوي. ديتنشن فوكس مي ده ممكن يقعد الجيم كله 2-2. بص بص بص, بص. والله الجيم كله 2-2 بس هم بيكنترولوا يا نهار اسود, بيكنترولوا الماب كلها عموما. لعبهم ممل جدا. ايه ده؟ هي في فايتات حصلت او حاجه؟ الدراجون لما نشوف ايه اللي حصل. We'll see if DFM actually has the confidence to try to take this fight now. Tay will be able to knock down a turret, but this is, you know, next dragon a few more minutes. Oh, no, it's not a fight. Oh, nice. Nice to watch. Vlad, متزاونين ورا بالسلامة ماج. معهم فرونت, معهم فرونت, معهم فرونت. يا لهوي على الستوب واتشز. خدوا بتاع قبل ما ياخد الشيل. بص 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 اكمت للسبوتش ده, هيعمل دبليو, هيعمل دبليو. شامبيون بايز. بس الواد سيروس ده حلو. الواد سيروس ده حلو. بتشجع مين في الورد تشامب؟ في الام اس اي دي بشجع اسك تيليكوم. نفسي مين يعمل يخش البلاي ان؟ نفسي ديتنشن فوكس مي, بس انا متاكد ان بافل هم اللي هيخشوا. نفسي ديتنشن فوكس مي يخشوا ويحطوا على تيم ليكويد بصراحه. نفسي اي حد لعب تيم ليكويد يحط عليه. نفسي الروتين ان ايه ما فيهاش غير كلاود 9 دوت يفضل على طول كده, عشان الناس تقعد تقول لك ان ايه سيرفر قوي وسيرفر حلو بتاعه, سيرفر اوفر ريتد, سيرفر واخد كل الاهتمام بتاع الميديا, فعشان كده تحس ان خلاص ان ال سي اس حاجه حوار. لكن ال سي كي احلى حاجه طبعا اللي هي كوريا, بعد كده ال بي ال اللي هي بتاعت تشاينا, بعد كده ال اي سي يوروب, بعد كده ال سي اس. بس تشاينا ال بي ال وال اي سي مش 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 فرق كبير قوي ما بينهم. كوريا هي اللي حاجه تانية خالص بصراحه. يا جماعه بعد اذنكم لو حابين يعني ان انتوا تدعموا الاستريم ده كده شويه. اوه نايس 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 نايس, دعموا الاستريم شويه بما انكم بقى قاعدين بتتفرجوا كده والناس سهرتها هتحلو معانا ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك للاستريم, عايزين نوصل الاستريم دوت ايه
بالميت لايك، نبدأ بالميت لايك. عايزين نشوف أول ميت لايك كده بعد إذنكم. في البدر يعني، خلونا في البدر كده نبدأ نشوف اللايكات بعد إذنكم. عايزين نقفل النهاردة، نبدأ نشوف اللايكات. حاسب كده، حاسب كده، عايزين نوصل النهاردة حوالي 500 لايك إن شاء الله. إحنا كم لايك؟ 48. يا رب استر يا رب. جيما يفضل ميت كده شوية طبعا. حد جاب كلاية؟ لا، في فايطات، في فايطات حصلت. ديتنشن فوكس عملوا فايطايه هنا، ما حدش فيهم مات، ما اعرفش ازاي بتحصل بكاتشايه بس غريبه دي. استحاله يكونوا دخلوا تيم 5 في 5 وقتلوا منهم اربعه وما حدش مات يعني. اكيد في كاتشايه. لعبه ديتنشن فوكس مي دوت، لا يعني يوم ما هيلعبوا كوريا هيتحط عليهم. شفت قلت لك لازم يبقى فيها كاتشايه، قلت وش فيها كاتشايه، استحاله 5 في 5. بص 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 هناك خلاص ماتوا خلاص العبيط اللي كان داخل في الاول. وش وش استحاله اخش تيم فايت وكله يخرج منها سليم كده. هو مش عبيط طبعا، بس انا بتكلم على يعني كنتش انت مش بتلعب في مش بتلعب في جيمر بيز يعني عشان تقفش الماسك دي بصراحة. هو ايه كمية الاستبوتشات ديت؟ Redbert returns Mills here as well and INTZ hold on but lose the Baron in. برضه لما تتفرج على لما تتفرج على تيمز برو يعني برو تيمز وتتفرج على 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 الليج بتاع ال سي اس او ال سي وبتاع، تحس ان ده جيم تشالنجرز وده جيم برو بلايرز، فاهم ازاي يعني كده؟ انا مش عارف ليه حاسس ان بتفرج على تورنمنت مثلا ما بين خمسة تشالنجرز، خمسة تشالنجرز مش 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 فعلا برو بلايرز بيلعبوا في الام اس اي. بص بص مسك ازاي، ارجع تاني. بص 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 رياكشن وحش ومسكه وحشه وحاجه يعني. مسك مسكه وحش قوي. بص feels like they are very much in control of this game. Tay has been a bright spot, you know, picking up those two kills on the soul laners in the team fight was very big to especially to بص نوتليس وتوم كينش واقفين ورا، هيكريم تحت خالص، هيكريم في الريد تيم تحت خالص اهو، وريكساي بيهايند اش واقفه قدام ومفيش حد ظاهر في المابا. يعني مش عارف انا شايفها مستيك ما تحصلش في البلو ليج. وبعدين بص الضرب معاه فلاش، بص بص اش معاه فلاش، الرياكشن بتاعه وحش قوي، الرياكشن بتاعه كان وحش قوي 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 يعني. عيب ده يحصل في في ام اس اي، والله والله عيب ده يحصل في ام اس اي. وحشه جدا من اش. لا لا ده دول فريقين، فريق اسمه ديتنشن مي وفريق تاني كده مش حتى والله ما اعرف اسمه. ايوه ايه ده الجيم خلص هنا؟ البارون بار بلاي هي اللي خلصت الجيم. راحوا مخرتقين الميد لين. بص هتلاقيهم
هتلاقيهم مخرتقين الميد لين كله دلوقتي. عايزين يعملوا كاتش عليهم اللي هو ليه اصلا. اش ده معهمش الاسكلاب بتاعتهم. التيمز دي مش هتسرفايف في ال مش هتسرفايف في البلاي النهائي نهائي بجد. التيمز دي مش هتسرفايف. يا نهار اسود ده. بص هنا اللي حصل ايه. بص الريد تيم عايز يفتح فايتايا. حلو الكلام. في البرو ليج يعني المفروض ان انت لو انت عايز تفتح فايتايا مش حتى مش في البرو ليج يعني انت لو ايا كان مبدئيا هنا انت عندك البارون بلاي. حلو الكلام اللي هو ديتنشن اللي هو الفريق البلو تيم معاهم البارون بلاي. فيعملوا ايه؟ يحاولوا يبوشوا هنا شويه يفتحوا البوشه بتاعتهم تمام لان هم عارفين ان التيم التاني اللي هو ريد تيم معهوش السامنر سبيل بتاعته زي ما انت شايف كده. هو مفيش غير ركساي الباقي كله اوت اوف سامنر سبيلز وطم معاه كلينز. الناحيه التانيه برضو معهمش الناحيه التانيه يعني بس على الاقل اتنين شامبيونز قويين قوي يعني كاري بوتنشال سيفر وجارفا معهم فلاش. فحاجه زي دي انت بيقوم يعمل ايه بقى التيم دوت بيشوف لو معاه حاجه ويف كلير. هو مفيش غير اش ويف كلير فللاسف حتى الويف كلير معهم يعني وحش فيضطر ان هم يضحوا بشويه طورات لحد ما البارون باف يخلص. ايه بقى الفكره في ان انت تيجي تحاول تعمل كاتشاي عليهم. بص هنا هتلاقيهم بيحاولوا يحموا حواليهم عشان يعملوا كاتشاي. انت هتخسر الفايتات سهل قوي تعمل فوكس على الباك لاين بتاعك والفرونت لاين كلها. بص فلاديمير تحت ماشي بس اكيد فلاد معاه تي بي يعني معاه تي بي اكيد. بص عايزين يعملوا كاتشاي انت واخد بالك وما عايزين يفتحوا فايت. فليه انت عايز تفتح فايت انت اش هتموت. بص فتحوا الفايتايا فلاد هينزل في لحظة هم هيسرفايفوا معاه فلاش. بص عملت الفلاش خرجت خدت البوزيشن بتاعها. بص تقسموا ازاي اتنين وقفوا فرونت لاين وخد كل واحد خد البوزيشن البيلينج وكل حاجة خلاص. وفلاديمير نازل هيجري بقى كل اللي معهمش فلاشات بالصم بكل حاجة. بص 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 كله ادي اش مفيش فايتايا فلاديمير زونها برا. بص 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 اهو هناك بيموتوا خلاص. بص 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 الزون. بص فلاديمير قام بالتلاتة لوحده طبيعي. الناس دي مش هتسرفايف نهائي في الهاي الو مش في الهاي يعني في الام اس اي البلاي ان بعد البلاي ان استحاله وحشه جدا كل زال ده كل انا ما عملوش والله العظيم والله كل انا شخصيا ما عملوش. جي جي طبعا ما فيهاش بجد ما فيها. طب جيم سهل جدا ده الماتش التاني اللي لسه بادئ لايف ده شغال لايف ده بس مش قادر اتفرج ما احنا نلعب. بس والله يعني جيم سهل جدا لو ده لعبوهم يعني بجد. كوتش دودو الله يخليك يا عبده حبيبي كل سنه طيب يا دود والشاب الحلوه كلها هنا منور الدنيا كلها. سولو ازيك وازي صحتك يا رب تكون بخير وتكون بصحه وسلامه. مش ناوي تسيبك من الجيم بلاي وتكمل كوتشنج يا دود؟ والله يا ابني لو بقيت كوتشنج هياخدوني في اسكتلكم. لا مدمن انا للكومبتيتيف فشخ. ما اقدرش اكون مع تيم وبكوتش بس ما اقدرش اكون ما بلعبش. ما اقدرش خالص اكون ما بلعبش للاسف. الكومبتيتيف بيجري في دمي. كل سنه وانتم طيبين رمضان كريم علينا وعليك يا ريزر ازيك وازي صحتك. تيم ليكويد هتكسب يا اسطى مع انها كسبت تي اس ام. تيم ليكويد هتكسب ايه يا جدعان بالله عليك والله تيم ليكويد دي يا رب يا رب يعني يا رب ايه ما يخسروش من بافالو. والله يا رب ما يخسروش من بافالو. هشام خلف اتش تعصب ده واحد متعصب لا فاهم في الكفت وجاي يقول لك ان ايه ومش ان ايه
تقولش الواد مولود على صدره علم امريكا. يا بدت والله 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 العظيم الالف اس دي ميديا وخلاص، ميديا فيستيك، ميديا فيستيك. بس عشان نبقى صراحة، عشان نبقى صراحة يعني فيها لعيبة حلوة جدا، بس ما يعني مثلا بيركسن، انا عارف ان انت موضوع بيركسن ده بيضايقك، بس هو مثلا السبليتات دي الوينتر كان احلى ميدل، كان احلى لعيب في الال سي اس، كان حاجة بوظام بصراحة، كان حاجة رهيبة. لعب مع تي اس ام، خرب الدنيا، كان عامل شغل عالي قوي يعني. ف يعني هو كلاعب ده ما حدش طبعا يقلل منه. دبل ليفت مثلا، دبل ليفت لعيبة كوريا كلها بتحترمه، هو لعيب حلو جدا جدا، بس السيرفر نفسه، ال سي اس نفسها بتخرج بره ال سي اس بتلاقيهم فعلا وحشين قوي، وحشين قوي، ما يتقارنوش بعد كده. انفكتس جيمنج بقى بتقابل ناس بقى عتاوله، بقى عتاوله اللعبه انفكتس بقى، انفكتس جيمنج واسكي تيليكوم وجينجي وكينج زون، وبتقابل يا عم سيبك من الناس دي، سيبك من كوريا والال بي ال واو ام جي وار ان جي والكلام ده كله، هكلمك على يوروب. بتقابل فيتاليتي، بتقابل سبلايس، حتى يعني يعتبر فريق ملوش حظ خالص في يوروب ال سي اس او ال اي سي، يعني فريق ملوش حظ خالص، بس والله العظيم لو راح ان ايه هيكسر الدنيا، هيكسر الدنيا يعني. وبعدين دلوقتي تيم اوريجين واس كي جيمنج رجعوا كمان، ففي منافسه اكبر في ال اي سي. لا يا راجل، لا يا راجل، يا شنراوي سما، شنراوي سما وحشني هذا شنراوي والله العظيم. دودا واوزي عنده ستريم ولو ولا لا اتابع مين؟ ايدي كاري. اوزي ما بيعملش ستريم في تويتش، لا، بس اي ايدي كاري، اي ان اي ايدي كاري حلوين، اي ان اي ايدي كاري كويس. ما عرفتش الصراحه مين بيلعب ايدي كاري دلوقتي، يعني بيعمل ستريم كويس، بس اي ايدي كاري من ان اي كويس او الناس تعلم منه يعني. جريفن، قوي جريفن، احنا قلنا هيدشمل، قلنا هو اللي هيروح اصلا الام اس اي مش اسك تيليكوم، بس اسك تيليكوم لا قويين، بشكل غير طبيعي. انت معاك تيم كله بالسبس بتوعه، يعني السب لو واحد من السب راح تيم هيقلب التيم دوت 180 درجة. انت متخيل بقى لما يبقى المين بيلعب؟ لا يا راجل اسك تيليكوم دلوقتي خلاص ما فيهاش هزار يعني. مش ناقصه تلت على المسا. انت لو بتكلم على المصريين، هو قال لي اوزي، فعشان كده بقول له حد. لو بتكلم على المصريين تابع ريكو او تابع حازم علام، بس تابعهم للهلس، نصيحه مني ليك يعني. تابع وهلس. فيناتك برضو في الحلو في ال اي سي. فيناتك بعد ما كابس خرج منهم قالوا كتير، بس هما الفريق المفضل عندي في ال اي سي. خسارة والله ان هما كسبوش الورلدز اللي فاتت. انفكتس جيمنج كانوا تقال قوي عليهم، هم ارتاحوا، هم ايه قالك بس احنا كسبنا الورلدز ديت، هم ارتاحوا قالك احنا كسبنا، علشان كانوا لعبوا قالوا انفكتس جيمنج، بس خسارة، There is no antidote for me. انا بلعب على السيرفر ايه؟ بلعب على سيرفر اي ويست.
فيناتك كل فاينل بيترول لما لهمش حظ. فيناتك يا ابني اكتر تيم كسبان فاينل في ال في ال اي سي في يوروب ال سي اس. يعني ايه اللي انت بتقوله؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. ريكليس الاكونت اللي بيفصل ايه؟ ريكليس ال مش فاهم حاجه. ما تعمل ايميل انستا انستغرام. اعمل ايه على انستغرام؟ هنزل لكم صور. اعمل ايه؟ اي خدمه. خدت لك بوزه. اعملها على انستغرام. انت هتهزر. انتوا برلايز لو عايزين تسقطوني مش هتعملوا كده انتوا الاثنين في يوم واحد ستريم ورا بعض وعندي امتحان بكره. والله ده انا عايز والله. برلايز ده حظ وحش معايا قوي برضه. كل ما اعمل ستريم ويجي هو يتفرج اكون بلعب اللاست جيم ويقوم لي. صور لنا الواد يونس. لا يا عم سيب يونس في حاله بالله عليك. ده هو ايه في اللي مكفيه؟ مش ناقصه. مش ناقصه بالله عليك. سيب يونس ايه يا امولنا بالسلام يا رب. هو عيان لوحده. جو برو. لو وصلنا 100 لايك هتعمل 1 في 1. نخلص الجيم ده ونشوف. بس فين ال 100 لايك الاول صحيح؟ هات ال 100 لايك الاول بعد كده نبقى نشوف الموضوع ده. الف سلام على ربنا. الله يبارك لكم. الله يخليكم. ميرسي جدا لكم. ميرسي جدا 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 والله. ده كان معاك من عليا جدا اليومين اللي فاتوا دول. كان معاك من عليا جدا. الله يخليك يا مؤمن. ميرسي جدا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. Hold on, hold on, hold on. Don't say a word while we dance with the devil. He brought a fire through a world so cold. انا معلش بقى يا جماعه الناس اللي بتتفرج ومتعوده ان انا ايه اقعد مال دد مين انا دد والله. انا انت لو بتكلم على بتكلم على يونس يا عمرو. بتكلم على يونس. امبارح كنت تلتت. امبارح كنت تلتت جدا جدا جدا. ان شاء الله النهارده ما انتلتش. بس انا مش هركز بقى ايه مع الشات عشان اعرف اقدم لكم جيم حلو. يعني ايه يا رب اعرف اركز كده في الجيم واقدم حاجه تكون كويسه. لكن بركز مع الشات ما بعرفش والله خالص. صعب ان انا ابقى عمال اوافق بين الاثنين. يونس عنده سنه واربع شهور. هاي طلتني كيو بتاعتها. طلتني من ماكس الرينج بتاعي والله. انا رينج 550. ايه ده الكيو بتاعتها رينجها 550؟ صدق كتير والله. كتير مش قليل. Don't say a word while you dance with the devil. You brought a fire to you. Listen for. Okay.
All the love of yesterday, when you came around. Night by night, we knew. Love in every moment, never in this story over mine. طيب وانا ممكن اكلم شوية مثلا الفكرة هنا ان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا سكيل هي قوية جدا في الاساسينيشن بتاعها هي تفضل هي معاها الليننج فيز او كوميني في الليننج فيز لازم اقعد اتريد معاها كتير وانا مش قادر اعمل خناقة مش قادر اخلي اللين عبارة عن خناق يعني لسه اول جيم ليا ده واحد ثانيا هي شامبيون قوي شامبيون قوي يعني حتى ايه الغلطة فورة وانا مش عايز ابقى بيهايند الجيم ده بالظبط كده شفت التريد بتاعها اقوى بكتير قوي وانا لسه معيش دامج فاللي هو كده كده ايه ملهوش لازمه never in the story you were mine اي تمام when you came الرست اللي الواحد فيه ده Nice block.
Polir jacket. Limit shiket. قتلهم. ايه ده؟ في ايه يا جدعان؟ هل من بيقتلوهم؟ اللجية مش راضية تمشي معايا خالص. It's bigger, bigger than you. المشكلة في الواد دي سندا. I don't know.
الرخامة كلها في ليسين دوت اللي معاه 8 كيلات. اوف لو كانت دخلت عليا كانت قتلتني في لحظة. لما نرجع كده على الرايق خسارة. شفت اصلا ام اف دي جت منين؟ والله افتكرتها لوشن اصلا. فد فشخ ليسين دوت. انت استنيتها لما تلبسك البتاعة؟ خرب بيتك. قتلوا قتلوا قلت بقى صح كده.
Christ. ايه ده؟ GG. استحالة نرجع الجيم ده، تعال نكسب الجيم ده. مش عارف ليه الفترة دي مش عارف، ده مش عارفة تتملك من اللعب والله، بلعب سيء الفترة دي.
ما اعرفش ايه السبب. واحلى نفس الفايت والبتاع ده بيمشي. العيال بتعمل دامج اللي هو يعني يضرب يضرب مش عارف اضرب واعمل سكلاتي مش عارف اعمل الشلدات بتاعتي الحاجة يا جدعان اهو. Easy to pretend. I know you're not a fool. And I've been given. I'm never gonna dance it the way I dance with you. Huh. اللي جام رخم قوي. اللي جام رخم قوي 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 بصراحة. بتر لك نيس جيم يكند. الله يخليك يا فيجو ميرسي يا حبيبي. كاستم جيم لا مفيش النهارده كاستم جيمز يا شباب. شغل منير يا دود. ده لا مش في المود لمنير برضه يا جماعة. ممكن كمان شوية اشغل منير لي. لا With you. اوبا نعمل لنا سجارة بقى. فين 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 الفيرست بيك عندي كمان مية مية. ابان مين ولا مين بس حاليا يعني في بيكات بروكن. زد مثلا الالتميت بتاعه 16 ثانية فاللي هو حرام ان هو يبقى موجود في الجيم ده. حرام يبقى موجود بصراحة. مش ناوي تفتح تويتش؟ ممكن افتحه كمان شوية. بيبقى وشه حلو عليا تويتش ده والله. والله وشه حلو عليا. Broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe tonight. Oh, I feel the sun. Your every wish will be done. Show me the meaning of being lonely. ومشرب السجارة واجبة. سما ورل ازيك ازيك يا سما عامل ايه الاخبار. محمود هي ديانا محتاجة ميكانيكس عالية اخ ولا سهل ان اتعلمها؟ سهل انك تعلمها مش صعبة او انك تعلمها. ثواني واجي to an endless love and a smile.
صحيح وصلنا كم لايك؟ يعني بخرج اشرب السيجارة برا عشان بخاف خليك تشوفني وانا بشربها قاعد مع ابويا عشان ما اكتمش ريحة الاوضة بالسجاير بس مش اكتر. يا رب ما يشوفوني. محمود كومبو ديانا ايمن انت بس الفكره بتاعت ان انت لما بتعمل كيو على حاجه وتعمل ار الار بتاعتك بتريست ما اعمل بقى اللي انت عايزه بعد كده ملهاش ما فيش حاجه معينه عند الجاليو ميد اوكي رينجر رينجر ناحيتي عشان كده مش عايز اخش رينجر وش ناحيتي والمينينز كتير ماليش دخله كده في البوزيشن بتاعي خسارة تموته لو كانت الايدي جت لا 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 بتهزر والله العظيم آه
وانا ايه مالي في ايه مش عارف اركز خالص ليه كده. خسرت تريد في الاول بسبب الشوك ويف والتاني. تاني دمج مش ممكن، دمج مش ممكن. خسرت ويف كبير قوي ليفل 7 وانا 5. ايه ده؟ مش عارف ايه ده والله.
مرضين في كل حتة ولا الجزم. اوكي خدنا شوت داون الارض. شيفانا دي اي بي اي بي اي 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 اه بجد مش عارف ليه الفترة دي مش في الفورمة خالص، ملعبش حلو خالص. ايه ده؟ ازاي اصلا؟ ازاي والله؟ Starts
Hey, Mary Sue, how are you? Hi, Maria, how are you doing? I really hope you're good. See what's happening to me? I'm doing like, I'm so unlucky. Or not unlucky. Somehow I'm not having my touches anymore. It's like, so fucking bad what I'm doing. Wish me luck, please. Wish me luck, Maria. I really need it. كان المفروض اطلع فوق. يا ابن الذين you deserve an I don't come on I don't deserve to lose. I'm not doing good though. So, technically, yeah. But at least you're here. Hopefully, I'll do better. Hopefully. احنا معانا فايت اصلا مش عارف منين بيفايتوش احنا وش معانا فايت هنا وش معانا فايت والله خسارة ران كريم يا دود الله يخليك يا سيف حبيبي علينا وعليك يا رب بصحة وسلامة محمود لو تقدر تنزل جيم ديانا يبقى تنزل حاضر احاول العب جيم ديانا
مسيت كل سكلاتها، مسيت كل سكلاتها ضيانا. يا نهار اسود، ايه 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 اي اي سو ساد سو ساد. الجيم سيئة، بلعب الجيم وحش اوي بصراحة، بلعب وحش اوي 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 النهاردة، النهاردة ومبارح، لا والله بقالي اسبوع النهاردة ومبارح، يعني بقالي اسبوع في القرف ده مش عارف ليه كده.
لعلي فلاد 15 وبتاع واحنا لسه 12. بعاد جدا في الجيم ده. كله بيستحمل كله بيستحمل. ودي استعالة طبعا اخش عليها بنام اللي موجودة دي. الجيم سخيف اوي النهاردة والله. ومبارح كان نفس الكلام. مش عارف ايه الفكرة يعني. ممكن نخطف لنا كمان واحد. ممكن نخطف لنا كمان واحد. كاستم مفيش كاستم النهاردة لا للأسف. سايم ولا زي كل سنة دودو. توحشنا لورد. حبيب مبروك لينا وليك ان شاء الله الفاينل لينا ولل وداد. سوري اي لاف وداد بس جود لك ان شاء الله. ده عشان الزمالك كسب ولا ايه؟ الزمالك كسب النهاردة صح؟ الزمالك كسب النهاردة اظن. كويس انا. طب يا دود مطول في الستريم يا ريت لو مطول. انت عم بلا مش مطول للاسف والله. عبد الرحمن مش مطول النهارده. زوتة الزمالكاوية دي لما بنكسب ماتش بص مش ممكن. لازم خلاص. الزمالك بقى مش قادم. جه خلاص الزمالك. ما تعمل سيت اب يعني ايه؟ اعمل يعني ايه ما تعمل سيت اب يعني ايه؟ ما تعمل سيت اب ايه؟ اعمل ايه سيت اب؟ سيت اب لايه؟ اعمل سيت اب لايه؟ عمال يقول لي ما تعمل سيت اب. ما تعمل لايه؟ طب والله ما عارف. قول لي سيت اب لايه. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا زين اسلام. بس يا حبيبي راعي نيفيا في الغالب. محمد صلاح خليك في حالك. مش محمد صلاح خليك. مش عايزين منكم حاجة. ده ايه ده على ايه يا عم؟ بنتكلم بروح رياضية من الاول تيجي تقول ملوك افريقيا. لا مش كده يعني.
اعمل سيت اب للجهاز بتاعي ازاي؟ يعني قصدكوا اعمل له سيت اب بايه؟ يعني عايزين تعرفوا السيت اب بتاعي مثلا، ولا عايزين اسطب ايه؟ مش فاهم حاجه. وانت طيب يا ماجد يا هاني يا حبيبي، الله يخليك. شريف وليد بحب الجن، الله يخليك يا شريف، ميرسي. احب يلعب ديانا بقى او فيز، لسه كنت لعب فيز امبارح والله. لا يا حبي، قصده يعرفوا السيت اب، يعني يعرفوا امكانيات الجهاز والحاجات اللي بتستخدمها الكاميرا والاكسسوارات بتاعت الجهاز. حاضر، ابقى اكتب لكم السيت اب ده. قول لي السيت اب، مش ما تعمل سيت اب. انا فاكره بيتكلم على حاجه معينه، لكن قول لي السيت اب بتاعك مثلا، اشرح له افهم اجيب السيت اب بتاع الكمبيوتر مثلا، او السيت اب اللي عندي. ما تعمل سيت اب عامل ايه؟ مش فاهم. اعقله كلمة. اوبا. اشرف جميل ساوند، طيب ميرسي اشرف يا حبيبي، ميرسي لذوقك. وانت طيب، وسنه سعيده عليك ان شاء الله، رمضان سعيد عليك. يعني درنكد فين نوفل؟ مش عارف والله. هتلعب بمين لسه؟ هنشوف البكات اللي ضدنا ايه حسب. مش فارقه والله، ممكن اخش اهبد لها شويه باي حاجه. خش هبت بمين؟ نفسي العب فاروس. والله ممكن ضيانا لي. لا يلا ضيانا لي. لا دلست جيم او في الغالب دلست جيم، في الغالب دلست جيم. هو كده الزمالك هيلعب الترجي صح؟ الزمالك هيلعب الترجي، ها؟ اظن الزمالك هيلعب. يا لهوي، الترجي ايه يا ابني اللي نلعبه؟ مش كفايه اللي الاهلاويه بيعملوه فينا؟ والله الترجي ايه ده اللي نلعبه؟ ده احنا هنزعل بس.
لسه بس مش هنقعد نقول يدعس وما يدعس والزمال لسه خلي في الماتش موجود لما الماتش بس احصائيا يعني الترجي قوي جدا بصراحة الترجي قوي جدا فاحنا نشوف اللي هيتم يعني على البركة بس والموضوع الحلو يعني ان الزمالك السنة دي عامل حاجة كويسة حتى في الدوري المصري يعني ايه في منافسة في الدوري المصري من بعد بالذات من بعد ما بيراميدز جه ففي منافسة حلوة في الترجي في الدوري المصري لكن بره الدوري المصري مش عارف الزمالك مش متعود انا خالص ان الزمالك يلعب بره الدوري المصري خالص يعني هي معروفة بره مصري بقى الاهلي والاهلي الصراحة بيشرف اجدعها مصري يعني يعني ايه الاهلي بيخوف اي حد صراحة برغم ان انا مش اهلاوي وما بحبش الاهلي يعني انا مشكلتي مع الاهلي مشجعينه يعني عارف انا الاهلي نفس فرقة الاهلي نفسها بحبها بس مشكلتي مع الاهلاوية المشجعين بتوعه يعني ايه تعصب بسخافة ورخامة يخسروا يقعدوا يقول لك الزمالكاوية ومش الزمالكاوية وبتاع والزمالك وبنكسب الزمالك ويا عم مش عارف ايه والحبتين دول اللي هو اقبل الخسارة ما تبقاش مأيح كده عارف انت هم لا هم رخمين قوي الاهلاوية يعني مشجعين الاهلي دول ارخى مشجعين يكرهوك في الكورة والله لكن الاهلي نفسه انا بحب الفرقة شخصيا يعني بصراحة اللي هم متعصبين الاهلي مش كل اهلاوية يعني في ايه في كده متعصبين يعني انا ليا اصحاب مقربين مني قوي وحاجة بت احبة حاجة تعرف حاجة حسب الله ونعم الوكيل فيك يا اسيوطي حاجة رخمة يعني بجد والله مشجعين رخمين قوي تلمت الدنيا فيهم والله تلمت الدنيا انت حلو اهو Firestone
I'm from X, you're from Y. فورما كم عشر 30 اوكي Five stone in this tribe, feel the love. Ay, 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 ay. Uff. كتر ايه بدي. واحد. اتنين. ونستناه لما تقرب. لا دي راح تاخد البلو. سبحان الله الجامل اللي تشيل اللي بجيب بيها اي اللي بعمل بيها اي حاجة دي بكسب سبحان الله والله
الدوري البيراميدز اعتقد هذا ده 100% الدوري البيراميدز 100% ده مش اعتقاد ده اكيد والله بجد ده مش اعتقاد ده اكيد 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 يعني مات النجم ده وحشة كل وحش خسارة لو كنت واخد بالي والله كنت بس على المينينز كنتش حتى اديته الدارك هارفست دي هموت على الفاضي ملاش لازم اه كفاية كورة بقى يا جماعة كفاية كورة بعد اذنكم كفاية كورة افصل كورة بقى نفس الكورة بعد اذنكم يعني عشان ما نبقاش سخة فمش اكتر خلاص قلنا اللي عندنا وبتاع بس عشان ما يخشش ايه بقى التعصب في اللعب في العادة هنا بعد اذنكم افصل كورة اللي هيكلم في كورة هعمل له تايم اوت مش هتاخدوه اخلص مش هيتاخد اضربه ايوه كده كانش هيتاخد والله اي 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 هدول كمان اتحركوا يا لهوي كل السول ستيلرز اللي معاه راحت سيئة دي سيئة اللي حصلت دي ماتوا عاش وعيش يا سلام هي اصلا الار الاولانيه ما جاتش جت في مينيون صح ار الاولانيه جت في مينيون لازم اغير البادة دي والله لازم اغير البادة بس البادة عاملة ازاي
لو بلعب على الخشب هنا بص الله يسلس عنها. تصدق ان الخشب سلس عنها والله. طب لازم اغير البادة. حاسس ان ماسك طوبة في ايدي. بكرة انزل اجيب بادة ان شاء الله. هو ليه هو بيعمل ايه في البوت لين معايا؟ هو ليه اصلا في البوت لين؟ والله بجد يا ساتر يا رب. عشان الحق البي والله عشان الحق البي كان يولع بجز وسخ. نور الدنيا كلها يا سيادي يا حبيبي. نور الدنيا كلها ميرسي جدا. يا رب بس يكون الستريم عاجبك مش تتفرج كده وخلاص. انا فعلا ده تالت رمضان ليا بستريم اصلا. من ساعة كان ده تالت رمضان ليا بستريم. لا محطوط عند التاور. بلوكيلها بلوكيلها بلوكيلها.
بص داخله بتفلاش والله، عارف ان هي مش هتعرف تطلع فيها سكلات، فداخله بتعمل فلاش عشان الباسيف بتاعها. شامبيونز عقيمه وحقيره، شامبيونز حقيره والله. ماتوا الاثنين دبل يا خساره. كان فاضل لها تفه عشان دارك هارفست. كويس كانت تاخد عليها شوت داون كبير قوي 700 لو كانت ماتت. ربك ستار. كارتوس ده كان رجع الجيم في كلمه ونص. ما ربك بيستر. ماشي يا فلانك، انا من ورا اتفرج على دود ده الفلانكر. فلانكر يا فلانكر. شوف تفلش فين. انت اكيد بتهزر والله العظيم بتهزر. شفت جابني حدفني من هنا لهنا حاجة تقرف. اضرب بقى البارون بقى، ادي البارون ضربة والله. صح كده. ماتت. اه بنت عاملة زي البورس، مش راضية تموت والله، عاملة زي البورس. ايوه البوت. كين كارتوس بياخد الريد ولا حاجه نموته؟ لا الريد دي بتاعتنا إذن فهي لي. طب اخش اجيبك، اخش اجيبك من جوه. طب ولا اعمل ايه؟ اقلع لك بلبوس هنا. تسلك يا بت كمان تعلم اهو. خش بقى عم وكون جتا. انت ايه لازمتك في الجيم؟ الله اعلم. يلحق دي بتضربها بالبسة. انا بلد دي ما شفتش الكلمة دي. سمعني كده، بقالي كتير او ما سمعتش كلمة فيكتوري دي. هابي رمضان، هابي رمضان يا شباب.
كل سنة وانتم طيبين ورمضان سعيد علينا وعليكم يا رب. بكسب 19 وبخسر 19. لا بخسر 19 وبكسب 19. Fair enough. Fair enough. توكسيد ياسطا بعد الستريم عايز اقعد معاك. ماشي يا توكسيكو. جينكس حلوه. جينكس كارت الجيم. ايه رايك في البرتغال بما انك رحتها من اجمل الدول اللي رحتها في حياتي كلها؟ يعني انا لو في استطاعتي, بس للاسف التوقيت مش مرتب معايا. كنت اخليها اجازتي الصيفيه, يعني كل ما الصيف يجي اقوم طالع على البرتغال على طول. You can. من دولة جميلة جدا 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 البرتغال. رحت حوالي 9 دول. اكتر دولة انبسطت فيها يعني كانت البرتغال بصراحة. دولة زي جدا. بات لينك الديسكورد بتاعك يا دود. ما هو انهي واحد في اللي هو بتاع الستريم هتلاقيه تحت في اللينك لو بتكلم على دوت. لكن لو بتكلم على اللي انا بقعد فيه انا والشباب دوت من وقت للتاني هبعتهولك برايفت, بس لما اخلص علشان مش هقدر ابعته في الشات هنا. Not so often, many of you, not so often. أنا توبلين. How about a drink? La 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 la. You see one when I came, for sure I won when you came. My favorite face, you know. You bring me luck, Maria. You bring me luck. That's why. يس. طب انت فتح صفح رونز كتير كده ازاي؟ بتشتريهم من الشوب عادي. ينفع تشتريهم من الشوب. ايه هم التسع دول؟ هقولهم لك. حاضر. انا عاوزك تجرب بانثيون في توب بوكس من اللي في جوه. شامبيون حلو في الليننج فيز. هي دي كل سنة وانت طيب بتاعتك يا دود. ليه بس يا لورد؟ ما انا قايل والله كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. ليه بس؟ انا بس النهاردة زي ما انت شايف كده ايه, بقالي كام يوم مش في المود والله يا لورد, مش اكتر. فرب ما كنتش مضايقك يعني. بس وانت طيب حبيبي, منور الدنيا كلها. وانا ببرينج يو ايه يا اسطى؟
هقول لك التسع دول دي ولا انا روحته ثواني بس اعمل الفيل سكور. دي بليني تو بلينر سينجد ما بلايد بانثيون فور اوايل not specific champions. ما فيش champions معينة بخد بلعبها في التوبلين من ده على ده كده يعني بيف علي. We used to have it all. كسون طيبين والطيب حبيبي الأخبار. طيب ايه التسع دول؟ نبدأ طبعا بمصر. مولود وعشت وكبرت في مصر و بص يا ريس مصر وبعد كده نقلت من مصر على ايسلندا بعد كده رحت الدنمارك والسويد والمانيا وفرنسا وانجلترا و بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده طيب وانجلترا والبرتغال واليونان تسعة دول انا قلت البرتغال واليونان لا هم دول سينك سمثينج ماريا ماريا You remind me of the Western stories. Then, wait, I'm gonna actually try to get the song. Maria, Maria. In which playlist do I have it? I can't remember. Wait, wait, wait. I'll try to get the song. My channel playlists. Which playlist did I have it? Yeah, that's it. هي دي مش عارف لا مش دي الأول بس يبان زد هوبا هيا فاوند ات ماريا 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 She reminds me of a western story Growing up in Spanish Harlem She's living a life just like a movie star Oh Maria Maria اغنية دي اغنية ماريا يا جماعة هننشغل بقى اغاني الاساميكو نبدأ بماريا بعد كده يونس يعني وهكذا وزون طيب وانت طيب يا موكا انت الاخبار ازيك عامل ايه ما هو عايش في ايسلند ايه ده على ايه مفيش عم هزرت معاك شوية اديتني بان ايه ده لا والله ما اقدرش بس هتلاقيك قلتلي صايم ولا زي كل سنة ولا هيجي يقولي بقين دول عمله تايم اوت وش كده اسمي محمود حسين محمود حسين فتح الباب يلا عم اسمي بالكامل اهو
الادبت فورس معناه يا نجم اقول لك ابن عمي. بص الادبت فورس ده رئيس انت بتجيب التاك دامج والابيليتي باور وانت حسب انت اني شامبيون اني وحش هو ده بقى الوحش ده اللي بيتحول بقى للدفت فورس عليه. لو انت راجل بتلعب اي بي يبقى انت كده اي بي, لو بتلعب اي دي يبقى اي دي يا خال. تمام نجم طلع لك بقطايا انا واقف بالشبشب بالزنوبة ماشي لعب يوم بترول معاك بانصر معاك حبيبي. قلت رزيكوا شوية بس حسيت الجو مكتوم فقلت فوق عليك شوية. دود الديسكورد مش اكتف والله اكتف. The best of the best. I'm in tie. What's the story? يا اسطى انت تكنيكلي نايت برو العرب. ميرسي يا حبيبي انا اتشرف يا ريزر الله يخليك حبيبي. انا تصدق بقى ان انا عمري ما اتفرجت على نايت بلو غير مره مثلا او حاجه. انا عايز والله العظيم اتفرجت عليه مره او حاجه ممكن ابقى اشوف له ستريم ولا حاجه. ضده انت اللي بتلعب بنوكترين بس في الجنجل من اكتر الكاركترات اللي حبيتها في اللعبة فبستمتع لما العب بحاجة بحبها. يعني اقوم بقى اشرب السيجارة دي واجي. طب قولوا لي كده بقى اديكوا كويز مين يتعمل عليه ليفل 2 جانك؟ دود قبل ما الجيم يبدا ممكن سؤال امرني ما تسالش يا عبد الرحمن تقول لي يا دودو يعني تامرني كده يا دودو قول لي وانا نفذ. حبيبي تسلم الامر لله بس والسؤال بسيط اهو
ضد التغييرات اللي حصلت على الافتر شوك هتبقى مش كويسه مع الشامبيونز اللي زي سايلنس جاليريسون. هم عاملين التغييرات دي عشان شامبيونز دي بروكن بيهم. طب يا دودو مين بيرن؟ استنى اقول لك كمان بالمره. ولابس بوكسر جراي كمان، لابس لباس جراي. خسارة. لا استنى بقى. عركة يا اسطى، انت مش زعلان انك بتلعب من سيزون 3 ولسه بلات؟ بص اقول لك، وانا يعني الى حد ما برضو الظروف محكمه عليا ان انا ما اقدرش اطلع غير دايموند. يعني لما بدا انا بطلع، انا بلعب انا يعني من سيزون 3 وانا دايموند، انا بلعب من سيزون 2. سيزون 2 كنت جولد، وبعد كده من سيزون 3 كنت دايموند، وكملت كل السيزونز دايموند. يعني انا بس اخر كام سيزون ده اللي بلعب فيهم مش حلو. بس حقيقي والله ما اعرفش الفكره فين. يعني انا ما اعرفش ليه، بلعب وحش الفترة الأخيرة دي. خشله هنا، ده ايه كويس؟ خشله هنا تحت التاور يا تحت التاور. مالك كاسس منه كده ليه؟ يهزر ايكو جاي يهزر، وانت بتعمل ايه تحت؟ في حد، في حد يعمل كده؟ تعرفوناش بقى جدعان على الميسا بالله عليكم. بتشيلش الهتاي، ما بتشيلش 20 ثانية قاعدين بعد ما اتوردت. اوكي طالما اتوردت بقى يبقى ايه؟ يبقى نجيب ليفل 3 ونطلع له فوق. نستنى على ما ناخد الكروب ده وتجيلنا السمايت. مش محتاجني فوق. اوكي ما نروح نشيل الورداية اللي موجودة دي. لف لف الناحية التانية، لف الناحية التانية أيوة، عشان ما نلاقيش إليس في وشينا بالله عليك. مش ناقص قتلوها. يا از بيه، يا از يا بابا. سجرت البانجو والليننج فيز، وما تخرجنيش من الليننج فيز ده غير في الدقيقة 40 مثلا. ماليش دخلة تحت لسه. ياو دراجون ماونتن. Oh,
انا ريسك الكل ده وخلاص ريسك الكل ده وخلاص مش المفروض اريسكو تورر المفروض اجيب البنكايه الاول بعد كده بفكر اعمل فايت هي ليه سابته سراكه مش هقدر اخش التوريت has been destroyed already بوت لين البخاخة الفير اللي جت السنة متأخر
انا موت انا كمان كده انا طالع معايا موت اوف الحمد لله خد خد لف نفسك لف نفسك لف نفسك الناحية التانية على بواختك يا نهار ابيض شفت خديته في كلمة ونص اختار الطب راح تريستانا مفشخة الجيم انا خليت البيرفكت روتيشن Don't be the same, 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 the same
المفروض كان انا خرجت لهم تريستان من الفاير بس هات هات مات حلو قوي الكلام ده الهيرالد نزل هنا لازم نطلع الميد لين يا خسارة شوفت تريستان دي وهي جاية شيار مات داريوس تانك هو كمان الى حد ما داريوس تانكاية هو كمان مش سهل لا والله لا 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 والله حرام كده مش طبيعي لا بوم كل اللي بيلعبوا داريوس ما عدا مستر احمد عشان ايه عشان الزعل
ايدي كاريس ساد جيم والله تستنى شقلبة الجيم دوت خلاص البوت في توب في ميد صوت بترغي كتير ليه طيب طب يا جماعه هنقفل على كده يا رب يكون الاستريم عجبكم النهارده بس لحد ما مش عارف بقى بكره في ستريم ولا لا بس هحاول على قد ما اقدر نعمل بكره ستريم لو مفيش بكرة ستريم فكده كده الفانز كلاش بعد بكرة يوم الثلاثة يبقى الساعة 9 بتوقيت مصر كل سنة وانتم طيبين رمضان سعيد علينا وعليكم يا رب واشوفكم يوم يا بكرة يوم الثلاثة يا ضد بقول لك قولي بد عاوزين فيديوهات كتير بمونتاج معاك انت ونوفل بتضحكنا فشخ يا عم وي بتهون غربتنا انا يا حاضر يا محمود والله على قد ما اقدر هعمل فيديوهات وانزل فيديوهات تكون من اللي بتعجبكم بس احنا الفترة دي بيبقى مضغوط جدا وانا مضغوط جدا والله بس هنحاول على قد ما نقدر ننزل فيديوهات اكتر ونزل حاجات كتير يعني على قد ما نقدر ان شاء الله بس كده واشوفكم على خير بكره يا شباب والسلام عليكم.